المادة 3 المثيرة للجدل من قانون المسطرة الجنائية المصادق عليه الخميس المنصرم من طرف رئاسة الحكومة، حددت الهيئات التي لها الحق في إحالة الشكايات وطلبة إجراء البحث وإقامة الدعوى العمومية فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام. النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقد بناء على إحالة من طرف المجلس على الحسابات، وكذا المفتشيات العامة للمالية والإدارة الترابية والمالية، وكذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. فالمادة 3 المذكورة جعلت دور الجمعيات المجتمع المدني خارج السياق وممنوعة بشكل واضح من تقديم أو التبليغ عن أي فساد يتعلق بالمال العام. وهذه المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية في نظرنا شكلت انتكاسة حقوقية وتراجع المكتسبات الدستورية التي سطرها دستور 2011، خصوصا وأنه أكد على أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في تقييم وصناعة السياسة العمومية. هذا كذلك من شأنه أن يؤثر على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساهمة ربما في الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام.